السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكل متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نرحب بكل متابعينا في كل الدول العربية، نرحب أيضا بكل متابعينا في دولة سلطنة عمان، ونقدم لكم هذه النشرية الجوية العاجلة لتساقط أمطار غزيرة معتبرة، وهذا يوم الغد الاثنين 23 من شهر مارس 2020. إذا نتوقع متابعينا الكرام في الفترة الصباحية أجواء صافية مشمسة على مناطق شمال دولة سلطنة عمان، مناطق تقريبا مسندب وخصب وإلى غاية صحار ونزوة ومناطق البريمي، كلها ستشهد أجواء صحوة ومشمسة. أجواء ستكون تقريبا غائمة كليا مع تساقط أمطار غزيرة معتبرة على مناطق صحار، الخابورة، أيضا مسقط، وأيضا مناطق صور وإبري، بالإضافة إلى مناطق الخلوف وأيضا جزيرة مصيرة. مناطق هيمة ستشهد أيضا أمطار غزيرة معتبرة، مناطق دوكا وأيضا ظفار وصلالة، وأيضا مناطق تقريبا الدقم وقيصد، وكل المناطق تقريبا الساحلية ستشهد أمطار غزيرة وأيضا معتبرة. هذه الأمطار متابعينا الكرام ستبقى متواصلة وإلى غاية الفترة المسائية ليوم الاثنين. مناطق سلطنة عمان ستكون معنية بإذن الله تعالى في الفترة المسائية، جزيرة مصيرة بالإضافة إلى مناطق الخلوف وأيضا مناطق هيمة والدقم وقيصد إلى غاية مناطق دوكا وأيضا مناطق صلالة، أيضا ستشهد أمطار غزيرة ومعتبرة. إذن كما نشاهد معكم في الصورة، هذه المناطق هي التي قد تبقى تشهد أمطار غزيرة إن شاء الله، في حين ستكون الأجواء صحوة ومشمسة على باقي المناطق الشمالية، المناطق أيضا الغربية لسلطنة عمان إلى غاية المناطق الجنوبية الغربية الحدودية مع دولة اليمن وأيضا المملكة العربية السعودية. إذا سنوفيكم إن شاء الله بنشرية جوية خاصة في قادم الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.